بيان النهارده طلع من وزاره الشباب والرياضه تفاصيله ان كان بيتكلم في الوزير او الوزاره بتتكلم بتوضح موضوع ال 100 مليون جنيه. لما نروح نقرا البيان حضراتكم اقرا لكم البيان نصا. اقرا لكم البيان نصا اهو دلوقتي اهو بطلعه اهو. جالي من محمد الشاذلي المدير الاعلامي لمكتب الوزير، وانا مش عارف ليه يعني، انا على الهوا اهو مش عارف محمد الشاذلي بعته لي ليه. انا ما فيش حد بيتعاون معايا في الوزاره، يعني انا عايز اعرف هو محمد الشاذلي بعته لي ليه. عادي انا لا تعنيني اخبار الوزاره من قريب او من بعيد. يعني انا دينا هو على الهوا بقول للاستاذ محمد الشاذلي اللي ماسك الاعلام في وزاره الشباب والرياضه ما تبعتليش حاجه. انا لا اتعاون مع الوزاره، لاني انا طبعا تقعد تبعتلي كل ست اشهر بيان ولا كل بتاع على مزاجك، لا طبعا. انا ارجو انك انت لا ترسل لي اي اخبار ولا اي بيانات على الهوا، دي بقولها لك والوزير سمعني. حدش يبعتلي اخبار من الوزاره، حدش يبعت لي اي اخبار من الوزاره على تليفوناتي، ولا انا عايز اي اخبار من الوزاره. اهو بصوا حضراتكم بيان من وزاره الشباب والرياضه، بس اسمع معايا بس. انتخابات الهيئات الرياضيه وتحقيق الاستقرار المالي والاداري لها في إطار الاستعدادات الخاصة بإجراءات الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية إعمالا لأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تؤكد وزارة الشباب والرياضة بأن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات تلك الهيئات سوف تجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 30 يونيو 2020، حيث يتم الدعوة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، على حين تجرى العملية الانتخابية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو حتى 2021 وحتى 31 أكتوبر 2021، وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات ومنها كذلك الهيئات التي تدريها لجان مؤقتة ومنها نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم. وفي سياق متصل أكد وزير الشباب الرياضة على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية. أو ملوش دعوة مراكز الشباب، هو طالع موجه البيان وكلام الوزير طالع موجه إرضاء الناس كلها وكلمتين عشان نلهي الناس كلها والدنيا هايجة علينا، فنقول بقين في أي بقين وخلاص. فين ولا دعوة مراكز الشباب؟ أنا حتى مش عارف إن وزارة الشباب فيها إيه أفضل، مش عارف. على دعم مختلف الأندية الشعبية وذلك لمساعدتها بالوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بتلك الهيئات، وخاصة في مش وأضاف الوزير أنه في إطار الحرص على تصحيح لما تداوله بعض عبر وسائل الإعلام بأن الوزارة ساهمت في استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأندية الشعبية وخاصة تلك التي تعرضت لتغييرات أو تراجع في مستوى الإيرادات خلال الفترة الماضية ومنهم نادي الزمالك، والتي قامت الوزارة بمساعدته بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة شؤون النادي في حصوله على أكثر من 100 مليون جنيه كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادي وليس من موازنة الوزارة. كل البيان ده عامله الوزير ومكتبه عشان يقول لك ان الفلوس اللي جت للزمالك ليست من الوزارة وانما بخارج ميزانية الوزارة، وانا سعدت ان انا لمها والكلام ده كله. وبعد كده بيقول لك واضاف الوزير التزامه مش عارف تجاه الدوله الانديه الشعبيه، ويذكر ان وزارتي قدمت دعما ماليا خلال شهر فبراير قدره 42 مليون و595 الف جنيه، ضمن انديه محافظات الغربيه والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفيه والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبيه والاقصر والجيزه والاسكندريه والقاهره والاسماعيليه والبحر الاحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد واسوان والبحيره والتقاليه وسوهاج والشرقيه وقصر الانديه الشعبيه والجماهيريه في مختلف تلك المحافظات. طب ما تدينا الارقام، ابعتوا لنا الارقام، ولا اقول لك ما تبعتليش حاجه، مش عايز ابعت حاجه، مش عايز حاجه منكم. انتوا حتى عادل رضوان والله العظيم استاذ عادل رضوان والله العظيم استاذ عادل رضوان بيعمل الدراسه في 90 سنه. اه يا بلد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.